صباح الخير، احنا جماعة لسه صاحيين. انا صالح. صباح الخير يا صالح. لسه صاحيين انا وصالح وهنفطر وهعمل لكم الغداء، يعني هصور لكم الغداء اللي هعمله النهارده. النهارده روتيني انا وصالح في البيت بنعمل ايه؟ هعمل لكم اكلة حلوة تمام كل الناس بتحبها، فهصور لكم كل حاجة بعملها النهارده يومي كامل هصوره لكم. صح يا صالح؟ ايه بس كده يا جماعة، هصور لكم كل حاجة هعملها النهاردة. احنا صاحيين وهنفطر واسمه دوت. بس كده، يلا كمل معايا بقية اليوم. بصي يا جماعه، انا هعمل مكرونه وهعمل كفته. هقول لكم الطريقه بعملها ازاي. كفته ومكرونه، لازم ميه تغلي واحط المكرونه قبل ما احط المكرونه، واحط رش ملح، الحاجه دي حلوه مش رشه يعني، حبه ملح حلوين، وبحط زيت، بعدين بحط المكرونه بحطهم على الغلف كده. يا جماعه حطيت المكرونه، بس دي يا جماعه مش سباجيتي، المكرونه دي تقريبا اسمها شرايط اهي، بكسرها على نصين عشان ممكن تتحرق لو سبتها نصها بره تتحرق. هتستوي وارجع اقول لكم ازاي اعملها واعملها بصلصه ايه. وانا يا جماعه ساعات بعمل صلصه في البيت وساعات بعمل بصلصه اللي هي بنشتريها من بره السوبر ماركت. هوريكم النوع اللي بستخدمه، دي انضف نوع على فكره، انضف نوع صلصه انا بجيبه عشان جربت صلصات كتير، ودي انضف نوع اكنها صلصه انت عاملاها في البيت بالظبط نفس طعم في البيت. بس انا على حسب يعني، ممكن اعمل كده لو انا مستعجله بعمل الصلصه دي، لو انا مثلا ما وريش حاجه ويعني وبعمل اكل بدري بعمل الصلصه في البيت عشان تتسبك على راحتها خالص، يعني لازم الصلصه تتسبك على راحتها خالص. بس كده يعني، كل مره بغير يعني، مره كده ومره كده، مره بالثوم، مره بعمل مكرونه بالثوم، مره بعملها بالبصل، فبغير يعني، مش كل مره زي بعض. هتغلي، هتقعد تقريبا 8 دقايق على النار، هسيبها تستوي وارجع لكم تاني واقول لكم هعمل ازاي الكفته بطريقه حلوه جدا جدا وطعمها شبه من شويه بالظبط. بصوا يا جماعه، المكرونه استوت وصفتها طبعا وغسلتها كويس جدا اهي. بصوا كده يا جماعه، حطيت زيت، مستني هذا الزيت يلح شويه، ما احطش صلصه على طول، هقوم حاطه الصلصه اهي. طبعا انا بحب الصلصه كتير زي ما قلت لكم. بصوا يا جماعه، لا لسه ما حطيتش ولا ملح ولا اي حاجه، بقلبها الاول وادي طعمها. لو حابيني بقى اعمل لكم اي اكله انتوا حابينها اعملها، بس انا بصراحه يا جماعه بعمل لكم الحاجه اللي انا جربتها كذا مره تطلع معايا مظبوطه على طول، زي الكيكه اللي عملتها لكم، كيكه اللي قادر. بصوا هنا يا جماعه طريقه الكفته، ببشر بصلايه مبشوره، انا بقى متخرطوش، انا اصلا ما عنديش كبه معايا حاليا، لو بخرطها واديها ضربه في الكبه صغيره خالص، بس بشرطها اسهل لي، ما كده مش معايا الكبه بتاعتي فبشرطها هي هي نفس الطريقه كده. حطهم على بعض وقلبهم كويس جدا، وخلي البصل اللحمه كلها كيلو لحمه، لو عندكم جوز الطيب حطوا رشه صغيره جدا، بيدي برده طعم حلو قوي قوي قوي. لو بقى حابين تحطوا اي بهارات انتوا بتحبوها زياده، بس انا بالنسبه لي ملح في الجزء ما اعرفش، جوز الطيب بيبقى افضل لي من اي بهارات، وتطلع في الاخر اكنك شوياها في البيت، مش عاملاها حتى على النار ولا كفته عاديه بتعديه، لا بتطلع كانها مشويه، بتبقى جميله جدا جدا. واللي كانت معلمها لي قبل هاني بصراحه، كانت عاملاها مره ودقتها عندها، قالت لي ديت بصل بس ملح في الرسمه، وعجبتني جدا الطريقه، وكانها كانت فعلا مشويه وشكلها اصلا شكل المشويه بالظبط، وهوريكم في الاخر تبقى عامله ازاي. وهوريكم بصوا يا جماعه، خلصتها اهي،
خلوا ما بينهم مسافه لانه ممكن يتقبع، وخلي الكفتايه ما تصغريها قوي ولا تكبريها، وخليها وسط لان هي بتتحط على النار بتصغر، فخليها وسط عشان الاول كنت بعملها صغيره على اساس انها تطلع زي ما هي، لا كانت بتصغر قوي قوي، كانت صغيره جدا، فخلوها كده في المنظر ده. هي شكلها يبان ان هي كبير لكن هي فعلا مكبروها عشان بتصغر جدا في التسويه، وهوريكم في التسويه هتبقى عامله ازاي. وهحط دلوقتي سمنه عليها وهحطها على النار، بس هقول لكم قبل ما احط السمنه واحط اي حاجه هحطها ازاي الاول على النار. دي طريقه دي برده خلي تعملوها هتطلع معاكم حلوه قوي. بصوا يا جماعه انا حطيتها على النار دلوقتي من غير ما احط فيها اي حاجه. اول ما تبدا تعمل السوت تروحوا حاطين لها سمنه، تزعزعوا السمنه عليها كده، يعني بتحطوا سمنه كتير، انا هقول لكم انا حطيت ايه عشان ما تبقاش تقيله، وتحطوا ربع كوبايه ميه تسوي اللحمه بس كده، وتغطوها بورقه الالومنيا وتسيبها تستوي. والله اتحمرت وشها هنا، ولقيت وشها متحمر تمام، وشها متحمرش هنا. بعد ما خلص تسويه حطها في الفرن عشان تولعوا الشوايه تدوها لون بس من فوق، لقيت اتحمر وشها شويه. سامعين الصوت بقى اللي انا مستنياه؟ تبقى تعمل الصوت جامد. بصوا انا عايزاك تعمل الصوت ده بس كده، تبقى جميله قوي يا جماعه. والله الطريقه دي تحفه تحفه تحفه، جربوها وقولوا لي يا جماعه حطها شويه اهي. خلاص بقى لازم بقى احط كوبايه الميه، هي كوبايه صغيره احط حبه ميه واحط السمنه. بصوا نوزع السمنه كده، ده اللي عايزه بس كده. انتوا بقى بتحبوا السمنه كتير زمانه، بس انا يا جماعه بحب السمنه كتير قوي، بس مش لدرجه ان انا اخليني ما اعرفش اكمل اكل، هتقلي الاكل وتبقى طعمها مش حلو. بس كده يا جماعه، وتسيبوها تاخدوها مع بعضها كده، تحطوا عليها ورق الالومنيا وغطوها، يعني لو بقى اي حاجه عندكم غطا حل اي حاجه، بس ما عنديش غطا للمقاس دلوقتي، احط ورق الالومنيا واسيبها تستوي، واوريكم انا هعمل فيها ايه بعد ما تستوي. لو ما لقيتش وشها اتحمر هنا وبقت متحمره وشكلها عاجبني احطها في الفرن شويه كده، تبقى زي المشويه بالظبط. بس عايزه بس احطها في الفرن شويه تاخد ايه من فوق الوش كده تتحمر، بس طعمها تحفه. بس كده يا جماعه لحد دلوقتي تتحمر. ليه رايك في الاكل؟ الاكل جميل طبعا وشكله جميل قوي. محمد هو انت جاهز تغدى معانا ليه النهارده؟ شكل الاكل يفتح النفس. انت جاهز تغدى معانا ليه النهارده؟ لا انا مش بجاملك والله، بس شكل الاكل يفتح النفس. انت قبل كده دوت الكفته بتاعتي وقلت لي حلوه قوي. تسلم ايدك، وقلت لي ان انا اعرفها من سنه بتاع مصر. شكرا يا محمد. دوقوها بقى وقولوا لي في الاخر الاكل بتاع مصر. حتى البطاطس انا مستر صالح. لا البطاطس متقطعه شكلها تفتح النفس والله. سلمى يا عم سلمى، يعني لازم التحبيشه بتاعتها دي. سلمى قبل ما اتجوز سلمى بقت حلوه قوي دلوقتي. قلت لك تعمل الملوخيه ميه ومش عارف اكل ميه، ما كانش عندها ملوخيه. سلمى انا قبل ما اتجوز والله عمري ما عملت كده. كان عندي اسمعي، قبل ما اتجوز كنت اكل اللي منك، اكلك كان شبه امي بالظبط، بس جت فتره بعد ما عجبكم الاكل فيديوهات حسيت جميل جدا. يلا يلا معاك بقى، هناكله وجايين لكم تاني. يلا اتفضلوا معانا. الاكل عجبكم ولا لا؟ والله يا سلمى الاكل جميل جدا يا سلمى والله. بعد الاكله دي محتاجه حاجه واحده بس. ايه؟ ده كده وفريج البطانيه. لا بعد ما اكل يا جدعان اتغدى والله. واحد
تعملي كوبايه شاي بالنعناع وسلمى حاجه بالنعناع والنعناع. الله اكبر. خارطه قول خارطه. سلمى تسلم ايدك والله العظيم. ربنا يخليك. ناقصك بس كوبايه شاي عشان بالنعناع. بتشرب شاي؟ اه بالنعناع بتشرب. اه بالنعناع بس. ماشي. مين هنا بيحب الشاي؟ اكتبوا لي في الكومنتات مين هنا بيحب الشاي؟ انا بحبه بالنعناع. انا بحب الشاي بينبع قرص امي بتعمله. الله اكتب لي قرص استني بقى. وبرنس مصر ضد الكسر كسر كسر. برنس مصر همزحها همزحها زهقت من برنس مصر ملوش حدود 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 برنس مصر كمل عشانكو طلع البوستة من عيال يلا طلع عرباجي عرباجي البيت عرباجي البيت أمنية الأكل عجبك ولا لا يا أمنية صراحة الأكل جميل قوي يا سلمى والله بعدين أول مرة أشوف المكرونة دي الصراحة العتيب مش طويلة دي اللي هي رفيعة أيوة صح لسه أقول لك والله المكرونة دي أول ما أكلها والله والله العظيم أصل أنا أصلا جايباها بالغلط فكرتها جاكيتي اه الا ابي السله بتبقى اصلا اصغر من كده عشان كده ما فيش فرق ما بينها وبين السباكيتي ما بشيلش طعمها حلو يا سلمى لا انا اللي امنيه اللي اتلخبطت الا ابي السله والله في الميه بتكبر شويه شكرا على الغدا الجميل ده سلمى وتسلمي لي والله ربنا يخليك يا محمد وكل اسبوع كده اجي اكون معاك ان شاء الله اكيد ما سمعتش حاجه هدى ما تعزمش حد تاني على غدا عندنا ماشي الاكل على قدنا بس بوم سلمى بحبكم يا سلمى برنس بس مش شايفكم ما تشوفناش عادي مش محمد قال لنا كده شخبطه على الكلام سلمى بقى قعدت تقلدك بيتش سلمى انا بقلص عليكي ما تقلقيش عليا انت انت واحد بيقلص عليا ده اكتر واحد بيتكلم عليا وما بيطلعش كلام عليا سلمى بص يا جماعه سلمى قبل ما انا اتجوز كنت بتغدى معاها هي وحوده سلمى اكلها جميل جدا والله بس كنت انا وحوده لازم ندخل له سمنه تسيب الاكل وتقوم كانوا بيصفحوني الاكل عليها ويغمز لي يقول لي عايز اقول يا ابني كفايه مش بياكلوني بيخلوني كانوا هم بيبقوا قاعدين على الطباخه يا جماعه في البيت اللي هناك الطباخه كانوا بيقعدوا من جوه وانا كنت بقى مبردات التانيه يغمزوا لبعض من رجلهم من تحت يا ابني اقعدوا كفايه البنت هتعيط البنت هتعيط كان بيغلس عليا جامد قوي هو محمد كان بيكرهوني في الاكل بس بعد كده قلت في ايه يا ست الحاج انت اللي بتهزره في حاجه انا قلت حاجه تزعلك يا بس محمد اصلا يعني ايه مش عايز يزعلني ما هو اللي حدا اللي بس حدا يا محمد بس حد يغمز له يزود فيها عادي بوم بس انا بصيت بحب انا عارفه كده لو كنت اصور لكم الكلام ده طب اقول لكم على حاجه يا جماعه سلمى وهي صغيره كلمتني على الفيس محمد انت بتضحكني يا محمد قالت لي كتبت لي على الفيس قالت لي محمد انت فاكرني انا قلت مين البنت دي فبص لقيت سلمى قالت لي هو انت فاكرني يا محمد سلمى بنت عمتك انا قلت ايه ده سلمى شرب حاجه يا جماعه كنت لسه بقى عامله الفيس الجديد وكنت لسه جايبه حاطه صورتي في المدرسه والله مش فاكره والله انا مش فاكره كان شكلك مسخره كنت لسه جايبه تابلت جديد كان شكلها مسخره وكنت فرحانه وكلمت محمد معرفش كل ده ايه اللي خلاني اخش اكلم محمد معرفش انا استغربت من الفتحه لا عملت لك شيء اشكرك والله ربنا يخليك والقرصه محمد بصراحه انت كده عامله الواجب النهارده تسلم لا بس معانا النهارده لا والله انا هنا ولا هنا هنا ولا هنا مش تتقيد بنت معانا سلمى انا بص فيها عيب اي حاجه بصدقها هتقولي لا بات هنا ولا بات هنا يا جماعه محمد كان اي يعني مثلا في بيتنا كان يقعد على مكاني لا بقول لك حاجه السرير بتاعكم بحب انام عليه قوي ده مستني ان احنا نيجي بيتنا هنا عشان نقعد على السرير بتاعكم والله العظيم انا غلس عليكم جامد كنا وانا بترجع الاقي قاعد في التكييف وقاعد في اوضتنا جوه اه فاكره في يوم صح والله العظيم كانوا مش موجودين في البيت والمفتاح كان عندي في الشقه ده فتحت شقته ودخلت في اوضه النوم وشغلت التكييف وقعدت فكر نفس شقته دلوقتي دلوقتي لما باجي انت بتعملي لي كده دلوقتي لما بروح عندهم البيت بقعد مكانه طول ايام بس الدنيا قد كده الدنيا قد كده صح ايه حوده قلت لها ايه الدنيا قد كده سبب مين بيقول كده ايش لحوده دي يدي كل يوم انا قلت ساعتها تشرب حاجه لا هشرب يا محمد ويا رب الفيديو كان عجبكم ولو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ووصلوا سلمى ل 10 مليون مشترك شكرا.